أقرت موازنة العراق لعام 2019، لكنها أثارت عاصفة اعتراضات من حكومة البصرة هنا على حصة المحافظة المقدرة بنحو مليار دولار، واعتبرتها أقل بكثير من استحقاقاتها المالية، ما يحتم عليها رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية للطعن ببعض فقراتها. قامت دعوى على الموازنة والطعن في الموازنة باعتبار موازنة غير عادلة ومخالفة للقانون ومخالفة لكل الضوابط اللي موجودة. للأسف خالفوا الدستور، خالفوا قانون 21، خالفوا أنفسهم داخل الموازنة. مخالفة واضحة وصريحة من قبل الحكومة باتجاه البصرة، مخالفة واضحة وصريحة من قبل البرلمان. تتركز الاعتراضات الحكومية على ما وصفتها بعشوائية مواد الموازنة العامة، لا سيما في مجال توزيع النفقات والدرجات الوظيفية، إلى جانب ما أسمتها بالفوضوية من خلال حشو الموازنة بمواد ونصوص صاغتها المزاجيات والاتفاقات على حساب المصالح العامة للدولة كما تقول. الموازنة التي أقرت فيها الكثير من الملاحظات، ومنها عدم مراعاة استحقاق البصرة للوظائف والتحريك الوظيفي. اثنين، عدم مراعاة استحقاق البصرة للموارد المالية التي قد تصل إلى 5 تريليون، لكن بالملاحظ اليوم 1.9 تريليون. البصرة عليها واجبات كثيرة، لكن المكافآت تذهب بعيدا عنها كما يبدو، فلم تحصل من ثاني أكبر موازنة بتاريخ العراق وبين دول أوبك أيضا إلا ما يعادل 2%، برغم الأوضاع المتردية التي تعيشها المحافظة التي تقتات من أموال نفطها البلاد. نسبة 2% تكاد تكون قليلة بالنسبة لإمكانيات هذه المحافظة التي تغطي الموازنة العراقية الاتحادية بشكل كبير جدا. ولعل التحدي الأخطر الذي يواجه موازنة البصرة على قلتها هو الفساد وسوء الإدارة بحسب لجنة النزاهة. اليوم الحكومة المحلية أيضا تعاني من سوء إدارة بصراحة، حتى يعني وما أخذت مشاريعنا تطلع النور، وتدخل تدخل تدخل الأجندات أيضا لها سبب رئيسي في تأخير كل المشاريع، وهذه حصي وهذه حصتك، والمحاصصة لا زالت موجودة ومهيمنة على الحكومة المحلية في البصرة. لا تفاؤل بموازنة المحافظة بجهة قدرتها على خلق واقع جديد عبر التقليل من أعباء الفقر والبطالة وتحسين مستوى الخدمات التي اندلعت بسببها شرارة الاحتجاجات هنا. سعد قصي، الحرة، مدينة البصرة.